السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. جينا بفيديو جديد على لامورتيسمون لينيير. بيان سو كيما تعرفوا بلي راح تكون لو كور بالفرونسي كيما راكم تشوفوا، والشرح راح يكون بالدارجه. قبل ما نروحوا لا فيديو تاعنا نبدا في الدرس تاعنا، نحبكم ديروا على فان جيم وتشتركوا بالقناه وتشاركوا مع اصحابكم، لانه العلم مليح كي تشاركوه غيركم باش نديو فيه الاجر، شيء اكيد. وثانية باش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، لأنه حتكون كاينة حاجة مليحة في الصيف بإذن الله نستفادوا منها كامل، وحاجة جديدة تنمي في قدراتنا. بلاش ما طول عليكم، هيا نبدأ. لامورتيسمون لينيار، وشي هو لامورتيسمون لينيار؟ اللي هو بالعربية يا الاهتلاك الثابت ولا الاهتلاك الخطي. قبل ما نروحو نشوفو وش هو لامورتيسمون لينيار، لازم نعرفو وش هو لامورتيسمون. لامورتيسمون باش ما نقرا لكم هذا اللي قدامكم هذه كامل، لامورتيسمون هو القيد المحاسبي اللي خسرت قيمه الاصل. الاصول هذه راح تكون اصول الثابته العينيه والمعنويه والماليه، يعني اصول ثابته هي اللي تصير لها لامورتيسمون. من بين هذه الامور اللي تصير الامورتيسمون هو لي كونستركسيون، المباني، الات، لي لوجيسيال الى غير ذلك. غير التيران هو الحاجه الوحيده اللي ما يصرالوش لامورتيسمون، وغارمون وين يديروا له لامورتيسمون في ديكا ما يكونوش بزاف. المهم لامورتيسمون يعني معناها الاهتلاك. الاهتلاك هو خساره القيمه، هو اللي نسجلوه في المحاسبة تاعنا على أساس خسارة قيمة الأصل. واش معناتها خسارة قيمة الأصل؟ معناها القيمة تاع الأصل هذاك كي نشريوه تاع هذاك لاكتيف تهبط مع مرور الزمن، مع مرور المدة النفعية تاعو، وين تهبط لا دوغي دوتيليتي تاعو، وين تهبط قيمته. لا دوغي دوتيليتي تاعو تهبط كل ما نيتوليزيوه أكثر، تمشي تهبط قيمته. دار هذا لامورتيسمون باش يحمي المؤسسة ولا يبين لها بلي هذه الآلة هذه ولا هذا لا كونستركسيون راهي تمشي وتهترك، يعني تمشي وتريب اوترومون دي. اوكي، ف في لا كونطابيليتي كاين 3 تيب دامورتيسمون: لامورتيسمون لينيير، ديغريسيف و بروغريسيف. اليوم حنشوفو لامورتيسمون لينيير. وعلاش قالوا لامورتيسمون لينيير؟ لاختراكش لانويتي اللي هو القسط السنوي تاع الاهتلاك، لو مونطون دو لا ديبريسياسيون دو لا فالور اللي هو لانويتي دان بيان ايموبيليزي نو شونج با دان اكزارسيس كونطابل ان اوتر. سما لانويتي تبقى فيكس مع لا دوران لي لا دوري دوتيليتي تاع هذا الاصل. كيفاش يعني؟ راح نشوفو ان اكزامبل باش تفهموا معايا اكثر. المهم انتم ما فهمتوش على ديبريسياسيون هي خساره القيمه. لامورتيسمون يدار في لا كونطابيليتي، كاين اللي يديروا باش نكونوا واضحين من لا دات داكيزيسيون يبداو يحسبوه، كاين اللي يديروا من لا دات دو لا ميز اون سيرفيس، بويس كاينين دي زيموبيليزاسيون القيمه تاعهم تهبط كي نبداو نيتوليزيوهم، اكيد القيمه تاعهم تهبط. بار اكزومبل نعطيكم مثال على طوموبيلات. طوموبيل اون فوا تخرج من لا ميزون باش يقول لك لا فالور تاعها هبطت. تسمى اون فوا شريتها خرجتها من لا ميزون لا فالور تاعها تمشي وتهبط، وين تمشي وين تهبط. اوكي، باغ كونطخ كاينين اخرين يقول لك لا لا نديروها على لا دات دوتيليزاسيون. كاينين دي ماشين يشريوهم يخرجوهم من لوزين يديهم مثلا لونتربريز اللي حتستعملهم. كاين لي يقولك من لا دات داكيزيسيون تاع لا ماشين نبدا نحسبو لامورتيسمون، وكاين لي يقولك من لا ميز اون سيرفيس يعني تبدا تخدم هذيك الماشينه باش نقدروا نديروا لها لامورتيسمون. مي نتوما في القرايه حديروا من لا دات داكيزيسيون. في ليكزامبل تاعنا هنا عندنا اشا دون ماشين ا 10000 دينار، شراوها ب 10000 دينار، هذا راهو مبلغ خيالي. اوكي، و 14 مارس 2019، يعني شراوها في 14 مارس 2019. لا دوري دوتيليتي دو سات ماشين اي دو 4 ans. اي دو 4 ans. سما لا ماشين تشرات ب 10000، هذه هي لا فالور دوريجين تاعها اللي هي 10000. الفالور دوريجين سي القيمة الأصلية تاع لا ماشين. لا دات داكيزيسيون سي لو 14 مارس 2019، اي لو ان سي لا دوري دوتيليتي تاعها سي 4 ans.
المدة النفعية تاعها 4 5 مالا ماشين هذه تقدر تخدم لنا لمدة 4 سنين تعطينا نتائج مليحة اقتصادية. وكاين دي ماشين يديباسيو لي 4 ans. المهم هي لا دوري دوتيليتي تاعها تسمى 4 ans. ما اذا فزدت بعد لي 4 ans سي نورمال، قل من لي 4 ans سي با نورمال، كي ديباسي لي 4 ans سي جينيال، بويسك ما بها لونتربريز لا ماشين هذه تبقى تخدم لها حتى تكولي باش تشري وحده جديده. لو كالكول دو لامورتيسمون كونستون او بيان لينيار، واش نحتاجو باش نحسبو لامورتيسمون ولا لانويتي تاع لامورتيسمون تاع ليكزارسيس تاعنا؟ نحتاجو لو تو دامورتيسمون اللي هو معدل الاهتلاك. معدل الاهتلاك لو تو دامورتيسمون كيفاش يتحسب؟ لو تو دامورتيسمون اللي هو 100 ديفيزي سور ان 100 على عدد السنوات. لا دوري دوتيليتي سي هي لا دوري دو لامورتيسمون دو بيان. تسمى المدة النفعية تاع الآلة هي المدة الزمنية تاع الاهتلاك تاعها. هاك سي كلير. حنايا عندنا في لي دوني تاعنا ان سي 4 ans. دابخي ليكزومبل بوغ اون دوري دوتيليزاسيون دو 4 ans لو تو لينيير، لو تو لينيير هنا نكتبو لو تو لينيير اللي هو معدل الاهتلاك الخطي ولا المعدل الخطي، اي دو 100 ديفيزي سور ان كار اللي هو 100 ديفيزي سور 4 اللي تعطينا 25%. Les un quart, c'est les 25%. Ok. Donc, il y a le taux d'amortissement 25%. Nous avons besoin de l'annuité, qui est le qist sanawi li l'ihtilak. L'annuité de l'amortissement linéaire. Le qist sanawi li l'ihtilak al-khatti. Pour l'amortissement linéaire, les annuités sont calculées en prorata temporisé. C'est-à-dire, par exemple, si l'immobilisation est acquise au cours de l'exercice. De l'exercice, l'annuité de cet exercice est calculée en tenant compte seulement de la durée qui sépare la date d'acquisition de l'immobilisation et la date de la clôture de cet exercice. Hanaya, l'annuité de l'amortissement, تقدر تكون إذا شيناها في le 1er janvier, par exemple 2022, 2022. Hanaya, la dobra malia, من 1 janvier حتى لو 31/12 يا اخي. مي دي فوا ما نشيوش لا ماشين في 1 janvier، نقدروا نشيوها لو 6/6/2022 وهاد ما يسالنا حتى لا دوري تاع 31/12/2022. هنايا في هذا الوقت الاهتلاك تاعنا يتحسب من لو 6 جوان حتى لو 31/12، يعني ما يتحسبش على عام كومبلي. شفاو عليها، هذه هي واش راني نهضر هنايا. القسط السنوي يبدا يتحسب تاع الدوره الماليه هذيك زعما تاع ليكزارسيس 2022، يتحسب من لا دات داكيزيسيون حتى لا فان تاع ليكزارسيس، لا دات دو كلوزور دو ليكزارسيس. شفاو مليح، شوفوا معايا في ليكزامبل هذا. حنا عندنا لانويتي اولاتها كيفاش تتحسب. القسط السنوي يساوي لنا واش لا فالور دوريجين تاع لو بيان hors taxe، la valeur d'origine hors taxe يعني hors TVA، fois le taux linéaire fois le mois divisé sur 12. هنا le mois علاش parfois نشريو على 1er janvier، parfois نشريو في 6. donc les mois نبداو نحسبوهم كي يقولك mois هنايا تسمى le mois من la date d'acquisition حتى la date de clôture de cet exercice. شفاو مليح هنايا هاو لو ديتاي تاع كل حاجه وش هي. Donc, l'gina l'annuité t'ana, b'li, y'a la valeur d'origine, fois le taux, fois le mois divisé sur 12. Hna l'exemple t'ana, hna la valeur d'origine c'est 1000, 10 000 dinars. Le taux, hsebna l'gina 25%. Ok. La date d'acquisition c'est le 14 mars 2019. Hna l'exercice. Donc, machinina, j'f le 1er janvier. Donc le 14 mars, nous devons savoir quel le mois mais le 14 de mars 2019 حتى le 31/12/2019. شحال كاين من mois باش نعرفوا واش نكتبوا في le mois هنا. Est-ce que c'est clair? Donc هنا كيفاه نحسبوا هذه؟ كاينه واحد لا رمارك كي درت لكم mois divisé sur 12. معناها كيفاش نعرفوا لو موا اسك اي تانكلو في لامورتيسمون ولا ماهوش انكلو في لامورتيسمون؟ لونسومبل دي موا دوبوي لاكيزيسيون جوسكا لا فان دو ليكزارسيس
même si le bien est acquis les 15 derniers jours. Le mois n'est pas inclus. Donc, on sait le mois d'achat de l'amortissement ou le mois d'achat qui compte les 15 derniers jours. Mais il trouve le mois de l'amortissement. Qui fait? يعني اذا تشريتو من لو 16 حتى لو 31 تقدر تشري لو 16 لو 12 لو 16 لو 18 مهم من لو 16 حتى لو 31 الشهر ما يدخلش في لامورتيسمون ما نحسبوهش باغ كونتر اذا كان شريناه من لو 1 لو 15 يعني شري 1 لو 2 3 لو 14 لو 15 لو موان نحسبوه يدخل لنا في لامورتيسمون حنا في لو كا تاعنا هنايا شرينا لو 14 مارس اسك مارس داخل ولا لا لا وي يتحسب مارس في لانويتي تاع هذا العام عندنا مارس مارس افريل ماي جوان جويلي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر دونك عندنا 10 موا سما لانويتي تاع هذا العام 2019 سي 10000 ها هي كي فوا 25% فوا 10 ديفيزي سور 12 ايماجينو لو كان كان عندنا هنايا شرينا لو 16 مارس ماشي لو 19 ماشي لو 14 هنا مارس ما يدخلش تسمى نبداو نحسبو من افريل دونك حتى حنا هنايا 9 مي هنايا لا لا شينا لو 14 دونك 14 مارس راهو داخل سي بور سا درنا 10 سور 12 شوا مليح لامورتيسمون قلنا يبدا يتحسب من لا دات اكيزيسيون حتى لا دات دو كلوتور دو ليكزارسيس اللي هي لو 31/12/2019 ولا 2022 ولا 2050 اسك سي كلير هلا رومارك لازم تفهموها بيان وتعرفوها ديروها في بالكم مليح حنايا من بعدها كاينه لا فالور نت دونك لقينا لانويتي لانويتي تاع العام الاول سي 2083 بعدها نحسبوا لا في ان سي لا فالور نت كونطابل هي لا في ان سي اللي هي القيمه المحاسبيه الصافيه ولا القيمه الصافيه المحاسبيه هي la différence entre la valeur d'origine hors taxe et le cumul des amortissements effectués. La VNC, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Il y a le cumul de l'amortissement tel 1. Nous sommes la valeur d'origine, la prime, l'aslia, pour nous trouver la VNC tel 1. Nous, dans l'année l'oul, nous n'avons pas le cumul. Le cumul tel 1 est l'annuité d'être. Donc 10 000 moins 2083, il y a 7 917. دونك حنا واش حسبنا في هاد ليكزارسيس حسبنا الطو سي لو 25% حسبنا لانويتي تاع العام الاول 2019 لقيناها 2083 حسبنا لا في ان سي تاع العام الاول لقيناها سي 7917 نشوفو لو طابلو دامورتيسمون ساهل ماهل طابلو دامورتيسمون يجيو فيه 5 كولون الاولى فيها لي زاني الثانية فيها لا فالور دوريجين الثالثة فيها لانويتي اللي قسط سنوي عندنا الرابعة اللي هو تراكم الاهتلاك ولا الاهتلاك التراكمي وعندنا لا فينسي على هنا يا حيقول لي اخي عندنا 4 سنين على درتي 5 سنين ما درتش 5 سنين راهم ربعة بيس كان واحدة 2 3 4 5 سيفري هادو يديرونا 3 سنين كومبلي من لو 1 جانفي حتى le 12 mais هنايا العام الاول درنا 10 موا عندنا كو 10 موا العام الاخر اللي هو 5 اللي تشوفوا فيه نتوما 5 سنين ماهوش 5 سنين راهو 2 موا 10 موا بلس 2 موا يعطينا 12 موا 12 موا فوا 4 يعطينا 4 سنين اوكي دونك العام الاول لا فالور دوريجين تبقى كيما راهي تحطوها كامل تسيتيوها هكا اوكي لانويتي في العام الاول حسبناها على 10 موا 10 موا اختارك من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو كلوتو 10 موا اكزاكتوم لو كومول ما عندناش حاجه من قبل حتى نقولوا عليها كومول دونك لانويتي سي نفسها لو كومول في العام الاول لا في ان سي واش قلنا سي لا فالور دوريجين موان لو كومول هذا الكومول اوكي يعطينا لا في ان سي العام الثاني لا فالور دوريجين لا ميم اوكان شونجمون باغ كونتر كيفاش نحسبوا لا نويتي شوفوا معايا في العام الثاني العام الثاني تبدا من 1 جانفي ها 1 جانفي 2020 حتى شكون
حتى ال 31 12 2020، هذا هي الدورة تاعنا. لانويتي تاع هذا العام كيفاش نحسبوها؟ سي لا فالور دوريجين فوا لو تو فوا لو موا ديفيزي سور 12. يا اخي لا فالور دوريجين هنايا سي 10000، لو تو ما يتبدلش 25% فوا لو موا. شحال عندنا من موا في العام هذا؟ من لو برومي لو 31 برومي جانفي لو 31 12 عندنا 12 موا ديفيزي سور 12. دونك هذه مع هذه تروح، يبقى لنا 2500. نفس الشيء في العام الثاني، في العام الثالث نفس الشيء، لانويتي تبقى نفسها. اوكي، نحسبوها بنفس الطريقة. خلينا في العام، في العام الثاني تاعنا هنايا، العام الاول راهو ماهوش كومبلي، راهو 10 موا برك. العام الثاني راهو 12 موا. دونك حسبنا لانويتي تاعنا لقيناها 2500. ها هي 2500. لو كوميل كيفاش يدار؟ هو واش كان عندك من قبل تزيد له واش حسبت السنه تلقى الكوميل، يعني هذا زايد هذا يعطينا هذا 4583. لا في ان سي في هذا العام هي لا فالور دوريجين موا لو كوميل. دونك لا فالور دوريجين 10000 موا 4583 تعطينا 5417. العام اللي بعده نفس الشيء، عندنا 12 موا من لو 1 جانفي 2021 حتى لو 31/12/2021. يا اخي لانويتي نفس الطريقه، لا فالور دوريجين فوا لو تو فوا لو موا ديفيزي سور 12. شحال يعطينا؟ يعطينا 10000 فوا 25% fois 12 mois, c'est-à-dire que le 1er janvier, le 31/12, maintenant 12 mois. C'est pour ça que l'annuité de l'amortissement linéaire sera la même. On va voir ça, 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 ça. Ici, c'est-à-dire que ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça, mais ici, il y a 10 mois ou ici, 2 mois. Mais on va la VNC, on va le cumul d'abord. الكوميل اللي قبله هذا نزيدو له هذا اللي درناها لانويتي، هذه نلقاو الكوميل هذا لا فالور دوريجين موا سو كوميل يعطينا 2917 كوم فالور نت كونطابل. العام اللي بعده دونك عندنا 1 2 3. العام اللي بعده نفس الشيء، لانويتي من لو 1 2022 حتى 1 ديزولي لو 31/12/2022. L'annuité, la même chose, c'est la valeur d'origine fois le taux fois le mois divisé sur 12. Le mois, c'est 12 mois. 10000 pour 900, le taux pour 900. Donc l'annuité, c'est 2500. Nous avons fait le cumul de l'année dernière, nous avons le cumul de l'année. Donc le cumul de l'année dernière, nous avons l'annuité de l'année dernière, nous avons fait le cumul. La différence, je n'ai pas la VNC, c'est 10000 moins 9583, nous 417. حنا ما هضرناش على لا فالور ريزيديوال في هذا ال ما هضرناش اصلا على لا فالور ريزيديوال. دونك لا في ان سي في لا فان تاع لا دوري دوتيليتي راح تكون زيرو. كي هضرنا على لا فالور ريزيديوال راح تلقاو في لا فان تاع ليتيليتي راح تلقاو لا فالور ريزيديوال. كي جينا الوقت مستقبلا نهضروا شنو هي لا فالور ريزيديوال. في العام الاخر اللي هو ماهوش العام الاخر، هو لي دو موا الاخرين تاع الاخر اللي وين يحبسوا من جونفي حتى لفيفري. من جونفي حتى لفيفري عندنا 10000 لا فالور دوريجين. لانويتي تاعنا كيفاش حسبناها؟ لا دوري دقيقه لا هنايا لا فالور سي 10000 لا فالور دوريجين. كيفاش حتى نحسبنا الاخر؟ سمحوا لي نمحي شويه من هنايا.
سي لانويتي هنايا في العام الاخر، حنا عندنا ربع سنين، ديجا درنا 3 سنين كومبلي وديجا درنا 10 موا هنا، شحال يبقى لنا؟ شهرين باش نديرو ربع سنين سوا سوا. اوكي دونك في العام الاخر هذا اللي زدتو لكم انا هنايا على اساس راه العام الاخر كيف ما كتحسبوها كتلقاو 5 كون، مي هما ماشي 5 كون، هما 5 ليني برك. اوكي سي 10000 لا فالور دوريجين فوا لو تو، شحال بقى لنا حنا من العام الاول هذا دينا منو 10 موا، شحال بقى لنا منو 2 موا اللي هو جانفي فيفري، هنايا تخلص لا دوري دوتيليتي تاع هاد لا ماشين. دونك سي 2 ديفيزي سور 12 نطيحو في لانويتي 417. فوالا لانويتي تاع الشهرين الاخرين سي 417، لا في ان لو كومول سي هذا زائد هذا ونطيحو في لا فالور دوريجين، دونك لا في ان سي تاعنا ايتيغال اكوا تينا زيرو. اسك سي كلير؟ باش تعرفوا روحكم بلي راكم صح وتعرفوا بلي راهو صح لامورتيسمون لينيير، شتو هاد لا فالور هادي صوميوها مع هادي طيحو في 2500، وصح صح سي تان امورتيسمون لينيير. اوكي فلا كونطابيليزاسيون اسي فاسيل، ما فيها حتى حاجه عندكم لو كونط. شوفوا لامورتيسمون سي اون شارج، مي سي اون شارج فيكتيف ماشي شارج صح 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 صح، مي نديروها كوم شارج في لو كونط 6 اللي هو 681 دوتاسيون اوز امورتيسمون. اي هذا بتاع العام الاول تاع 2019 مع شكون 2800 281.5 بيسك سي اون ماشين دونك امورتيسمون درنا هنايا في 2083 باسكو سي لامورتيسمون تاع 2019. كي نشوفوا لامورتيسمون تاع نكتبوا كونستاتاسيون دو لا دوتاسيون هنايا 31-12-2020 شحن كونستاتيو كونستاتيو دقيقة برك لانويتي شحال 2500. تزو من الطابلو تاعكم لانويتي اللي حسبتوها ديرو كل عام ديرو لانويتي تاع في العام الاخر اللي هو يطيحنا 31-12-2023 نورمالمون ان شاء الله يضحينا ربي 681 281 5 417 وكما قلت لكم كي تجمعوا هذيك مع هذيك راح تطيحوا في ربع سنين دوري دوتيليتي اكزاكت. فوالا لامورتيسمون لينيير راهو سهل وبسيط. شنو نحب منكم تعرفوا ديروا برك الاخر هذو لازم تعرف تحفظوهم هالعلاقات كيفاش تحسبوا لو طو لامورتيسمون كيفاش تحسبوا لانويتي اي كيفاش تحسبوا لا في ان سي. طيب دي فوا ان شاء الله اذا حيانا ربي ندير لكم ان اكزارسيس وين يكون كاينه حاجه راهي مونك وانتم راح تحسبوها. هذو هما العلاقات الثلاثه اللي حيخرجوكم في الحساب الصحيح، دونك هذو لازم تحفظوهم عن ظهر قلب، وكي يكون عندكم تيست ولا اكزام لازم تخرجوهم تكتبوهم في ورقه. كي تتحط الورقه تاع الاكزام اكيد تكتبوهم في ورقه باش تسلكوا ريسانكم بهم، لاخاطش لي بروف مش حيعطيوكم اكزارسيس تاع لامورتيسمون اسي فاسيل، ممكن يعطيكم كالكو زيليمون كي مونك ما تلقاوهم مجاهيل. اوكي نقول لكم احسبوهم. فوالا لو كور تاعنا ان شاء الله يكون سهل وبسيط وتكونوا فهمتوه. اي لا بروشين فيديو ان شاء الله تكون على لا ديفيرونس دانفونتير، كومون كونطابيليزي لا ديفيرونس دانفونتير باذن الله. ما تنساوش ديروا جيم بارطاجيو مع اصحابكم وتشاركوا في القناه لاخاطش باذن الله حيكون كاين فيديوهات مفيده بزاف هذا الصيف. وشي وا ثاني ما تنساوش هذا لو كور راكم تلقاوه في لابات دو ديسكريبسيون ثاني في البرومي كومونتير اون بي دي اف، وفي الاي هذا راح تلقاو كامل لا بلاي ليست تاع اس 2 بلس دو اس 1 تاع لا كونطابيليتي فينانسيير. فوالا بون كوراج.
باي.